السلام البنات، دايرين لاباس؟ بقيتو مزيان؟ دابا دابا بغيت نمشي لكاع الوجه كنتقطع، كاين حنا ما مشيناش للعيشة، حنا دوزنا غير هنايا في عنعودة، مكيناش حنا اللي يدينا للعيشة، حنا كنموت وحنا كلنا اللي في عنعودة، ثلاثة بينا ولا أربعة ديال الأستاذات، كلنا دوزنا غير هنايا في عنعودة. بالنسبة لك سميرة أختي، راه بالنسبة للحريق يعني بدانا نهار السبت مع الوحدة الليل، يعني شكون هادي اللي غادي تعرف الأخرى وغتمشي معاها؟ كل وحدة مشات، راه مشينا كوما ما عقلناش على فين داونا ولا فين حطونا، كنلقى راسنا ما صافي راه فاقدين الوعي لدرجة اللي عمرنا ما شناها، وهادشي كله راه تنقول ليهم أنايا علاش مني شافوا هاد الحالة ما جات حتى واحد عندنا على عيشة معروفة، يعني غير هما يجيو على الأقل يقوموا بالإجراءات، أي بالنسبة للضو ما يخليوش بنادم مكرفس، يديو البنادم الكلينيك ولا يديو لشي بلاصة، على الأقل يكونوا داروا واحد البادرة أنهم شدوا هاد الناس وعاونوهم، ما يخليوناش مع المرضى الآخرين كنتلاوحو. احنا في لالا عيشة، من لالا عيشة للسويسي، من السويسي لالا عيشة، راه حرام هادشي. وحنا الانسان كنتي كتقومي بواحد العمل صدقتي مليوحة مع الناس تما، ما كيديهالك حتى واحد، راه عيب وعار هادشي والله. السلام عليكم، انا كنموت، انا كنتقطع، انا الموت شفتها، انا ما كنموت، كنموت، عباد الله، عباد الله، شنو هاد الشي؟ عباد الله، كنموت، كنموت، عباد الله. صباح الخير عليكم، انا من ضمن الناس اللي ضروا في التسمم، باقا الحالة ديالي باقا ما قادراش نوض، وكنحس بالفشل ولا ضياعي، باقا ما غاديش تقطع، مازال الحالة رغم اننا شرينا الدواء، لكن واخا هكداك مازال الحالة، مثلا مصرنا كيتقطع، ما يجيب شفاء للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ايوا انا يلا شفت لي ميساج ديالكم، انا معكم هشام من جمعية المبادرة. انا نفس الشيء، انا مع 5 الصباح فقط لقيت راسي مدقدق من سالي، عظامي كلهم كي المفاصل والعظام ديالي كيضروني، و سميتو عليه وعاد الاسهال والسخانة والدقديق كله، هو اللي سمي الدقديق. دابا خديت الدواء شي شويه وصافي، شويه شويه، دوك ابارامون راه هادشي راه فيه تسمم. داكشي اللي كلينا في الغداء البارح كنطلبوا من الاخوان ديال الاخوه ديال الجمعيه، ديال الجمعيه اللي منظمه هاد الامر، خاصها توضح لنا هاد الامر هذا وتشوف مع داك التريتور اللي جابوا من عنده هذاك الغداء، سير مورا من الغداء، قاش انا ولادي ما وقع لهم والو، وقع لي انا بوحدي. دابا اكدتوا انتم داك الشيء وقع لكم، دونك راه من الغداء اللي تغدينا تمايا، وكنطلبوا عفاكم شرط الفعل من الجمعيه وتوضح الامور بهذا المكان، ونطلب الله السلامه. هذا الشيء اللي كاين، والسلام عليكم ورحمه الله. السلام نادية، كتيرة بس عليك، بقيتي شوية أولي أنا يرافتي شنو، مشيت مع هيثم وتما تنتلوه، قال لي تسمم كليتي، عرفتي شحال ديال الدوايات، 36,000 ريال ديال التحاليل، وهذا وصيف الدين تا هو، شهاد المصيبة يا نادية اختي، شهاد المصيبة، عرفتي هزو لي الدماية تما وتنطير للسما ونزل الأرض، كرشي خيط واحد، اش هاد المصيبة يا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.